السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. استنى، الحلقة دي بتاعتي أنا مخصصة ليا لوحدي. أنت عشان قناتكم يعني؟ ده أنا كنت لسه هقول أهلا في قناة أم زياد بقى مخصصة ليا لوحدي. طبعًا يا جماعة أنتوا فاكرين المرة اللي فاتت لما طلعني من التحدي وقال لي ده أنا خايف عليكم ومش عارف إيه، وأنتوا بعتوا لنا في التعليقات إن زياد كان هيكسبك ورفعت من معنوياتي وكده. وأنت بتنفخ نفسك ليه كده؟ طبعًا معانا أم زياد هنا. بصوا يا جماعه، فين الاندومي؟ هكسبك باذن الله. زياد جاي باربع اكياس اندومي اكس 2 من الحار جدا، ومصمم يخش معاك التحدي. وطبعا التحدي اللي فات انا خفت عليه وخليته ينسحب، وبصراحه لقيت التعليقات كلها ضدي وبتقول لي يا محمد ان انت خفت منه، فانا هثبت لكم ان انا ما خفتش منه وان انا هنسحب. وزياد انا هثبت لكم ان انا بطل وهكسبه. هتكسب؟ اه. لا يا زياد يا بتكسب، انت هتثبت الكلام بتاع المره اللي فاتت. ده انت هتموت يا سوسو. على فكره لو زياد كسب يبقى انا سايبه بمزاجي، ولو خسر يبقى انا بطل. على فكره زياد لو كسب هيكسب من تشجيعكم انتوا. تتوقعوا مين اللي هيكسب، زياد ولا محمد؟ انزلوا اكتبوا في التعليقات مين اللي يعني تتوقعوا مين اللي هيكسب. اكيد محمد طبعا، اكيد زياد طبعا. هنشوف. اتوقعوا بس من قبل ما تشوف الفيديو، بما يرضي الله احنا بنصدقك وبنثق في كلامكم جدا وبناخد برايكم. وبصوا يعني مش هقول لكم بقى، قبل ما تشوف الفيديو قبل ما تشوف النتيجه قول انت كنت هتتوقع زياد اللي هيكسب ولا محمد. طبعا لو زياد هيخسر. لا طبعا لا يا بابا، زياد بطل. يلا بقى هنظبط الكاميرا بتاعتنا ونقعد نشوف التحدي. اهم حاجه ما تنسوش تدوسوا لايك، دوسوا لايك عشان انا طلعت في قناه ام زياد كده مش بالسهل. رحبوا بيا عندها، قول لي منورت يا محمد. وانتوا بقى اللي انتوا شايفينه بقى كلام حلو بقى، قولي اشعار، قولوا اشعار، عرفوها ان انا ليا جمهور يا جماعه. طبعا احنا بنعمل كل ده عشان نبسطكم ونخليكم مبسوطين. وانت ابسطني بقى وخلينا نكسب. لا يعني تبسطوا انتوا بتبسطوا هم، تبسطوا هم هم وانا لا. انت دلوقتي عدوي. يلا اسمها منافس ليا. ايوه منافس. ربنا ما يجعل لنا اعداء يا رب. ربنا ما يجعل لنا جار لعينين يا رب. يلا هنثبت الكاميرا ونبدا التحدي. شجعوا زياد. شجعوا محمد. شجعوني. انت مع اخوك ولا مع ابني؟ مع ابني. لا ابني صغير بشجعه وبرفع من معنوياته، لكن انت يا جماعه يا جماعه يا جماعه نعمل اندومي والتحدي اللي هيثبت. يلا جاهز يا برنس؟ جاهز يا باشا. جاهز؟ جاهز. ده انا هنفخك. انا هنفخه. لا انا اللي هكسب يا جماعه. نشوف. بص يا جماعه، احنا دلوقتي اهو عملنا الاندومي بتاعنا، كل واحد معاه كيسين ماشي، بس طبعا الشطه هنحطها قدام كل واحد معاه كيسين شطه همت اكس 2 ماشي. والتوابل دي معرفش بتتحط. لا 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 بتتحط بطريق حلو. دي بتتحط؟ ايوه. نخليه شطه بس يبقى جامد. لا ده التوابل ده عشان يبقى. اسمع الكلام، امك قالت التوابل بتتحط في الميه. انت خايف التوابل بتتحط؟ لا التوابل عشان ما يبقاش دلع، بدي طعم. اه ماشي. شطه بتدي حريه، لكن التوابل عشان يبقى مظبوط. دي بطاريخ. وبعدين بطاريخ حد يقفل ياكل بطروخ. بس عامله زي البطاريخ. مش هتطلع من كده. كوريا بقى، كوريين كوريين. بصوا يا جماعه اللي مش عارف الاندومي الكوري واللي اول مره يشوفه، بصي الشطه دي بتبقى عامله ازاي؟ يعني مش شطه. يعني ريحه يعني. بصي سودا، لونها اسود. لونها اسود نار. طبعا زياد كان دخل معايا التحدي قبل كده، كان على قناه حوارات اللي ما شافش التحدي دوت، كان هو وابو زياد وانا خليته انسحب عشان كنت خايف عليه. اجمد منظر. والناس كلها العالم. الناس كلها دخلت هجمتني وقالت لي ان انت خليت زياد يخرج من التحدي عشان انت خايف منه. فانا عملت التحدي المره دي ووافقته عشان خاطر اثبت لكم ان انا ما كنتش خايف منه، انا كنت خايف عليه. المره دي تفتش في عينيه. ما انا خايف من كده. ده الكيس الثاني اهو يا جماعه. التحدي خلاك تفتح. ده الكيس الثاني اهو. ماشي يا جماعه. متاكد يا زياد ان انت هتبقى قد التحدي ده؟ لو مش قد ما كنتش دخلت في التحدي. لو مش قده ما تقفش ضده. ريحته تدوخ. هو انا اللي شجعني ان زياد يخش في التحدي ده لان هو طبيعي بيحب الشطه وبياكل شطه. ده الشطه ريحتها ايه ده؟ ده انا عرقت. ما انا بقول لك. ايه ده؟ انا عرقت. يلا نقلب. يلا. شكله عامل ازاي؟ شكله مرعب. والله العظيم ما انا عرقت، بس طبعا هكسب. عندي اصرار، عزيمه. لو مش عارف تقلب ازاي خليك يقلبه؟ اقلبه لك يا زياد؟ انت مش عارف تعمل حاجه خالص. اجي اكل بدلك؟ لا بعرف اعمل كل حاجه بنفسي الحمد لله. يا جماعه احنا طبعا ما بنعملش ده غير عشان نفسكم زي ما قلت لكم. يا واد يا جامد انت. ايوه. ان شاء الله انا اللي هكسب. زي ما قلت لكم توقعوا مين اللي هيكسب من قبل ما نبتدي التحدي. لان في ناس كتير جدا كانت المره اللي فاتت بتقول ان زياد هيكسبني. فانا عايز بقى اشوف بقى اللي بيقول زياد هيكسبني ده. يا جماعه انا كده جاهز يا جماعه. وانا جاهز. نفتح المعلقه.
جاهز؟ جاهز يا زياد؟ مقلبه حلو. يلا. انا حاسه ان زياد مش مقلبه حلو. مقلب حلو. 3 2 جاهز؟ اه 3 2 1 اكشن. اكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يغفر. الله اكبر. ماما بدأنا بتقيل عليك يا زياد. طلع لك ده محمد. خلص خلص يا محمد انت كسبت. انا نمبر. شكله ايه شكله؟ انا بص كده على شكلي. طيب خلص يا زياد. حمد الله فقدر وكبير عن زياد. طب هيدخل الشوكه والمكرونه ياما. انا مش شايف اصلا. انت عرض لك زياد. ما تقوحش مع خالك تاني من هنا وروح. خالك انا لسه قايله له في المقدمه نمبر 1. لا نمبر 2 من طول على اللي رفع. نمبر 1 في نظري انا وبالنسبه لي انا وبالنسبه لكل اللي بيحبك كده. يبقى الحمد لله اثبتت لكل اللي انتقدوني وقالوا لي ان انت خرجت زياده عشان خايف منه. لا انا خرجت زياده عشان انا خايف عليه لان انا خاله لازم اخاف عليه. وعلى فكره انا كنت بضغط على نفسي في التحدي ده علشان اخليه يخلص بسرعه وما ياكلش اكتر. يعني كنت باكل بسرعه اسرع علشان مش عايز ياكل اكتر من كده. هارد لك يا زياد. هنلم بقى ونفوق كده لحسن. ايه هو مش عارف يتكلم. فين لسانك اللي كان مترين؟ انا بطل برضه يا جماعه. لسانك فين كان مترين من شويه؟ ما انا بقول لك انا بطل. انت بطل؟ انت تبطل بعد كده خالص. المهم بقول لك انا بطل. انت ايه؟ بطل. مسيب دي. هنلم سفرتنا وهنرجع عشان عاقب زياد لان احنا اتفقنا ان ده بعقاب علشان يحرم يعمل كده تاني. استنونا. لا انا برضه قد المهمه يا جماعه. بقى عقابين استنونا. طبعا يا جماعه احنا طبعا خلصنا التحدي وانا كسبت وجداره طبعا زي ما شفتوا. يلا نتعاقب بقى. يلا. انت مالك ما في؟ فيش. حاسك كده قاعد
شطه. انا ده بس التحدي ده كده، القرصه دي بس والعقاب اللي انا هعمله لك ده قرصه ودن، عشان ايه ما تقوليش تعالى حد تاني تاني. المره دي خسرت، المره الجايه اكسب ان شاء الله عادي. هتكسب؟ ايوه. طب اكسب يوسف بقى. لا اكسبك برضه. طبعا يا جماعه كده احنا خلصنا التحدي، وطبعا مفيش عقاب. هو زياد كان اصلا عقاب ليه ان هو يخش قصاد التحدي ويخسر كده، ايه وعلمه الادب عشان خاطر ما يقعدش بقاله شهر يا جماعه عمال يقول لي انت خايف منه، انت خايف منه، خش على التعليقات وشوف الناس كلها قالت ان انت خايف مني. فطبعا انا قلت له مش هينفع بقى الكلام ده، عمال يقول انت خايف مني انت خايف مني. قلت له طب تعالى بقى انا اوريك الخوف بقى. فانا كده يا طبعا ايه عرفت زياد ان انا مش خايف منك، كده كده خايف منك؟ اه هتظبط. بس وبكده كل الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تضغطوا لايك واعملوا اشتراك كده للقناه لو لسه ما اشتركتوش، وقولوا لنا عايزين تحديات ايه نعملها المره الجايه. فعلوا الجرس وقولوا لزياد بطل لماضي، بس مش عايز اكتر من كده. يلا مع السلامه.